كل الخير والرضا، دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلونا نقول الحمد لله، عندنا ايام الاعياد وعيد الربيع شم النسيم عدوا علينا بخير. يا رب اللي جاي يكون الخير فيه اكتر من الشر، لكن ده ما ينفيش على الاطلاق ان الشر موجود وان طول الوقت الخير والشر بينهم حاله صراع. علشان الخير مساحته تكون اكبر، يبقى لازم تكون رغبتنا احنا ناس مصر، احنا البشر، احنا الناس، ظهير هذه الدولة، ان الخير هو اللي يعم. قبل ما ابدأ مع حضراتكم الحلقة، خلوني اقول لكم ليه عندي الطاقة الايجابية الكتيرة دي. بالامس واحنا بنحتفل بعيد الربيع، وده اليوم اللي بحاول اخد فيه زاد من كل المواطنين اللي ممكن التقيهم بشكل عفوي وتلقائي وما همش اصدقاء، وبنشوفهم في الاماكن اللي بنتواجد فيها. واحد منكم، واحد من ناس مصر، استوقفني وقال لي بشكل مباشر: عندي كلام مهم لازم اقوله لك. قلت له اتفضل. قال: خليكي متأكدة ان مش مطلوب ابدا طول الوقت ان احنا نشاور على دور قطر وتركيا وبريطانيا في ادارة مشهدنا الداخلي في مصر واستغلال بعض العناصر المصرية لإفساد حياة المصريين. قلت له اكيد، لكن ما اقدرش ما اشوفهمش. قال لي: لازم تبقي واخده بالك ولازم تقولي للمصريين ان المعركه الحقيقيه مش مع دول الاطراف، لكن العقل الحقيقي والمنفذ الحقيقي واللي عنده مشروع وهدف لهدم هذه الدوله بشكل حقيقي هم اولاد العم. قلت له: أنا أعتقد إن أنا من القليلين اللي بيقولوا الكلام ده، لكن الإعلام عنده ضوابطه المهنية، وبالتالي ما يبقاش عندنا فرصة للقول المباشر والصريح. علشان كده حبيت أقول لكم، والجملة اللي جاية كانت هي الأخطر، لأنه قال ببساطة: مصر هتعدي وهيتم إعلان شكل المعركة ومين اللاعب المباشر فيها لما هتقف على رجليها بشكل أكبر. قلت له: إحنا مش مختلفين على الإطلاق، وأعتقد حضراتكم كمان معايا في نفس ده. طيب، لازم نكون واعيين تماما إن بلدنا مصر دي اللي بيسموها الجائزة الكبرى، واللي أحيانا كل الأدبيات الاستراتيجية بتتكلم عنها بوصفها الصخرة اللي دايما بتتكسر عليها كل طموحات اللي بيعدوا من اليمين للشمال. لازم هنا نقف شوية علشان نبقى عارفين ان ليه بلدنا صخرة وليه بلدنا عصية على الكسر. ببساطة شديدة، بقوة شعبها اللي طول الوقت بيكون مع كل الدعاية السلبية اللي بتتعمل، علشان يا اما نشوفه عدد كبير لكن ما عندوش نفس القيمة في الاستفادة، يا إما نتكلم إنه تلات أرباع الشعب مغيب ومش موجود، مع إن الحقيقة طول الوقت بتقول إن ده كلام مش حقيقي. يعني كل الصفات السلبية اللي بيحاولوا يلصقوها بشعبنا طول الوقت بتخلي المشهد ضبابي مش واضح. لكن في حقيقة الأمر، أول عنصر قوة لهذه الأمة المصرية، للبلد دي، هي هذا الشعب. وبالرغم من كل المحاولات للدخول للطاقة الشبابية وللعمر اللي بنسميه ورد الجناين، والتعامل معاه سواء عن طريق كل التكنولوجيا الحديثة، الفيديو جيمز، التليفونات، السمارت تليفونز، عن طريق أفلام الكرتون اللي ممكن تعرض مهازل لا تتفق مع قيمنا وأخلاقنا، لكن في حقيقة الأمر طول الوقت الزاد بيكون في إن كثرة العدد بتخلي اللي بعيد عن هذا النوع من التأثير بسرعة هم يخلوا الصفحة، خريطة الوطن، تاخد ملمح مختلف. الكلام اللي بقوله ده ممكن يبقى مش واصل قوي، لكن احنا هنوضحه وهنوضحه بشكل مباشر. هتصدقوني لو قلتلكوا يعني الحوار اللي حكيتهولكوا ده
اداني شعور ان احنا ماشيين وماشيين في الطريق الصح، برغم الصعوبة، برغم الغلاء، برغم قسوة اللحظة اقتصاديا على حياة عدد كبير من المصريين، لكن الناس عايشة ومكملة وعندها ثقة في ان اللي جاي هتقدر عليه حتى لو المسألة قدام عينيها مش واضحة. الجديد بقى ان الاقي صفحة بين السطور عليها عدد من رسومات لعدد من اطفال مصر، وبيقولوا لي ان هم من المراحل الدراسية بتاعت تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، وانهم من مدرسة من مدارس البحيرة، وقرروا ان هم يقوموا بدورهم السياسي في اللحظة المهمة اللي بيعيشها الوطن. طب مش عايزيني يبقى عندي كل الطاقة الإيجابية دي؟ مش عايزيني أشحن كل الثقة في إن اللي جاي بتاع دول على الأقل؟ دول وما يمثلوهم، تصدقوا بالله إن الناس دي تختارنا علشان تحط الصور بتاعتهم ورسومات الأطفال بتاعتهم على صفحتنا اللي احنا برنامج سياسي وتحليلي، وكتير من المحللين وشركات استطلاع الرأي تقول أصل ده برنامج جاف، أصل المصريين عايزين حاجات فيها غنى وحاجات لطيفة كده، ده اختارونا احنا، احنا دونا عن الباقيين، يحطوا لنا الصور بتاعتهم. خلوني اوريكم واحدة من الصور دي. شايفين الصورة اللي قدامكم دي بتاع بنوتة اسمها رؤى وجيه، هي في تالتة ب وكاتبة الوحدة الوطنية، وعملاها اهي بخطوط الاطفال بطريقة بسيطة جدا. ايه الوحدة الوطنية تتحقق ازاي يا صانع القرار؟ بالتسامح، بالتعاون، بالمشاركة، بالاخوة، بالحب. دي اطفال مصر من البحيرة، البحيرة اللي يعني كان فيها بؤرة إرهابية، يعني البحيرة اللي قررت إنها تحط الكلام ده على صفحة بين السطور. طيب خلوني أوريكو منا علي ومنا في تانية به. رسمت العلم بتاعنا بطريقة طفولية جميلة جدا وقالت تحيا مصر العظيمة والكريمة. هل ده بيقول لنا حاجة؟ إن دي أطفال الأقاليم اللي بعيدة عن مركزية الدولة، بعيدة عن اهتمام الإعلام. هل ده بيقول لنا إن بجد خلوا عندكم ثقة إن ربنا موجود في مشهدكم، وإنه بيغذي أجيالكم الجديدة اللي بعيدة عن تلوث الاستهلاك والإقبال على الحياة الدائم؟ طيب خلوني أوريكم فريدة، فريدة الصباغ، وهي رسمة تجنن وملوناها كمان، والإيدين المتشبكة، هي شايفة إن هي دي مصر بكل ألوانها بكل أجيالها بالعلم اللي لازم يضلل ناسها. خلوني أوريكم آية كمان، آية يعني عملت العلم في أكتر من اتجاه زي ما حضراتكم شايفين، وكتبت إسلامي يا مصر إنني الفدا، وكتبت النشيد القديم. طب ده ما بيقولش حاجة ان الذاكرة التاريخية والوجدان التاريخي اللي الفن بيغذيه، علشان كده طول الوقت بيتقال لنا من فضلكم الثقافة، الاعلام، الفن، ومع ذلك ليه مش كل الناس بتشتغل بهذه الروح؟ ليه مش بتورينا الكلام ده؟ طيب خلوني اوريكم كمان رحمة. رحمة عملت حاجة قريبة من رؤى، واتكلمت عن لا للتخاذل، وكتبت المصريين الوحدة الوطنية، وعملت كل الأفكار بتاعتها الأساسية، والشغل بتاعها قريب جدا من الشغل بتاع رؤى. طيب خلوني أروح للمدرسة بتاعت يعني واحدة من مدرسات هذه المدرسة اللي قدرنا نتواصل معاهم علشان نشوف الناس دي بجد في منظومة التعليم الطبيعي اللي احنا طول الوقت بندي لنفسنا الحق نشتكي ونعيب ونسب ونقلل من قيمة المعلم وكفاءته ونتكلم على إهدار الوقت. هل معنى اللي انا بقوله ان ما عندناش ملاحظات على منظومة تعليمنا؟ عندنا. التعليم هو اكتر شيء تم استهدافه مبكراً من أواخر الثمانينات، مش النهاردة ولا امبارح،
واستهدافه علشان كان يخرج الأجيال اللي جاهزة، إما إن هي تشتغل بمفهوم الفوضى الغير خلاقة، أو إن هي ما عندهاش مشكلة تحرق العلم علم بلدها. ده كله موجود، بس ده ما بيقولناش غير معنى واحد، إن من البحيرة أهو في نور جاي على إيد أطفال وأجيال طالعة، ولما قرروا إنهم يتواصلوا مع حضراتكم اختارونا نافذة علشان يطلوا منها، وكأنهم بيردوا على كل اللي بيقعدوا يعملوا استطلاعات الرأي ويقنعوا المعلنين وملاك القنوات بأن برنامج كذا هو أكتر برنامج متشاف، بأن برنامج كذا هو البرنامج اللي المصريين بيثقوا فيه. شايفين الأجيال الجديدة اللي طول الوقت بنتكلم عليهم بشكل سلبي شافونا إزاي؟ أنا عندي كم من رسومات الأطفال، يعني بتمنى يتعمل لهم معرض بالفعل، ويا ريت يستضيفهم يعني متحف عندنا هنا في مصر زي ما كل الدول المتحضرة، وتحطهم ويبقى ده جزء من البناء الحقيقي للإنسان المصري وفي الأقاليم. طيب خلوني أروح للأستاذة شيماء عبد القادر، المشرفة بمدرسة المستقبل للبنات بكفر الدوار في محافظة البحيرة. يعني خليني الأول أشكرك على يعني كل هذه الرسومات، عرضنا جزء بسيط منها، لكن عايزة أسمع منك التجربة، وليه اخترتوا تحطوا لنا الرسومات دي علشان نتعرف عليكم على صفحتنا في بين السطور؟ طبعا برحب بحضرتك استاذه اماني في الاول. اهلا بيكي. برنامج حضرتك طبعا متشاف، دايما بتعجبني مقوله حضرتك الظهير الشعبي، ومين اكتر حد هيكون ظهير شعبي غير بنات المستقبل، لان دول اللي هيكونوا امهات، دول اللي هيربوا الاجيال الجديده. طبعا احنا بعد الاحداث المؤسفه لحد اللي فات قررنا ان احنا نعمل فتره كامله، حصتين كاملين عن التعايش بيننا وبين بعض، ازاي نتقبل الاخر، ازاي نكره العنف وننبذه ونرفضه. فقمنا بعمل الحصه دي على مستوى المدرسه كلها، ودي طبعا بعض انتاج البنات خلال الحصه دي وخلال شغلهم فيه. تمام، ده شغل جميل جدا. لما البنات اتحركوا والرسومات طلعت بالروح دي، ما فيهاش مسلم ومسيحي، فيها مصر، فيها الأداء اللي من هذا النوع، هل ده كان في نوع ما من التوجيه، خاصة أنهم تانية وتالتة ابتدائي، ولا حصة التربية الوطنية، أو معرفش بياخدوا مادة ليها علاقة بالتاريخ، حاجة بالمعنى ده؟ يعني إزاي تمت مناقشة الأفكار اللي عبروا عنها في الرسم؟ بصي حضرتك، احنا ابتدينا الحصة دي بأن احنا سألناهم إيه رأيكم عن اللي حصل ده، لكن توجيه للبنات قولوا كذا او اعملوا كذا ده ما حصلش اطلاقا. يمكن ده بيخدمنا في المنهج، لان المنهج عندنا سواء كان العربي او التربيه الاسلاميه ما بيشجعش اطلاقا على العنف، بالعكس بينمي روح الوطنيه وروح الانتماء للوطن. لو حضرتك لاحظتي في الرسومات هتلاقي العلم اللي هو القيمه اللي موجوده فيه هو اللي بيظلل الكل. صحيح. البنات قالوا احنا، يعني اكتر كلمه عجبتني، احنا كلنا عايشين في بلد واحده، والحساب لينا على ديننا او على غيره ده ربنا سبحانه وتعالى. فلقيت وعي كبير جدا من البنات، بسم الله ما شاء الله، يعني عندهم وعي كبير ومدركين للاحداث اللي حصلت دي، انها ممكن تطول اي حد فيهم. يعني هم قالوا، بنت قالت لي يا استاذ احنا ممكن نكون ماشيين في الشارع ونتعرض لنفس اللي البنات او اللي الناس ده تعرضوا له. فكان في وعي كبير جدا من البنات ان الاحداث دي بتضر بمصر ومش هتخلي في امان ومش هتخلي في اطمئنان في البلد. خليني اشكرك شكرا جزيلا، اولا ان انتوا كان عندكم ثقه ان احنا هنتعامل مع المساله بجد، وانا سعيده جدا جدا بالشغل ده، ويا رب دايما يبقى في مساحه نكلم فيها اولادنا ويبقى عندهم نوع من الحريه في التعبير عن ده. بشكرك شيماء عبد القادر، المشرفه بمدرسه المستقبل للبنات بكفر الدوار محافظة البحيرة. وخلوني أروح أشوف رؤى وجيه، أول رسم عرضناه لحضراتكم، وهي طبعا الطالبة اللي في تالتة ابتدائي في نفس المدرسة. رؤى، يعني خليني الأول أقولك برافو على الرسمة بتاعتك، وعايزاكي تحكي لي شوية لما قررتي تعمليها اشتغلتي عليها إزاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا استاذه رؤى، عايزاكي تقولي لي الرسمه بتاعتك، احنا حطيناها وكل اللي بيتابعونا النهارده شافوا الرسمه بتاعتك،
لما الأستاذة شيماء في الفصل وكلكم اتكلمتوا مع بعض، انتي فكرتي ترسمي وتكتبي الحاجات اللي كتبتيها دي، كنت عايزة تقولي ايه؟ كنت عايزة أقول إن مصر ديت يعني بلد المفروض يعني ما حدش يعني لازم نحميها من الإرهاب، والإرهاب ده ناس سيئة جدا أنا بكرهها علشان هي بتأذي بلدي وبتأذي برضو نفس الناس اللي فيها أبرياء جايين بيعبدوا في مكان عبادتهم. أنا زعلانة جدا عشان كده. برافو عليك يا رؤى. انت حسيتي ان انت عايزه تقولي لنا طيب ايه؟ عايزه تقولي لكل الضحايا اللي اتأذوا من الحوادث الارهابيه اللي انت بتكرهيه ده، عايزه تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول لهم ان يعني بصراحه ان انا زعلانه جدا عشانهم، عشان الناس دي بتموت ابرياء، يعني مفيش ما عملوش ذنب عشان يموتوا. انا عرفت ان انت كمان مش بس بترسمي، بتعرفي تكتبي شعر. اه يا استاذ طب فعلا يلا انا بعرف. قوليلي حاجة. غاب الغيم قليلا عنا واتانا بالغيب الممطر، فغرسنا شجرا وزهورا ودعونا المولى كي يكبر، وأخذنا نجري بسرور والماء بأيدينا يقطر. رؤى عايزة أسألك، لما شم النسيم جه كويس والعيد الحمد لله، كان عندك أي حد من الأصحاب من زمايلك في المدرسة كان يعني طالبة مسيحية عندها عيد، قلت لها إيه؟ بصراحة قلت لها إن يعني أنا قلت لها إن ما تزعليش مثلا؟ قلت لها قلت ما لها ما تزعليش؟ تزعليش انت يا حبيبتي، احنا اخوات ومعلش يعني احنا اخوات زي الاخوات، والناس ديت ان شاء الله ربنا هيحاسب الارهابيين دول، هيحاسبهم في نار جهنم ان شاء الله. انا بشكرك يا رؤى، وسلميلي على مامتك واخواتك ومدرستك ومدرستك، وانتوا اللي بيدونا طاقة ايجابية في ان اللي جاي ادي الاجيال. عرفتوا ليه مصر صخرة وعصية؟ لان ده الزاد اللي بيقول بلاش تركزوا على السوشيال ميديا، اللي احنا مش عارفين اي لجان بتكتب اي اكاونتات مضروبة باسماء مش مفهومة، دول هم المصريين ودول اللي قادرين يعبروا، وبصوا من عمر ايه؟ تانية وتالتة ابتدائي، وجايين منين؟ لا من القاهرة ولا من المدن الكبيرة ولا أي حاجة، لأن دي هي الفطرة السليمة اللي المصريين بيعرفوا يعيشوا بيها وليها. علشان كده بلدكو دي هي درة التاج، لازم نبقى واخدين بالنا من ده كويس. ولأن بلدنا هي الصخرة وهي العصية على الكسر، بقوة شعبها وبوحدة شعبها، احنا في بين السطور قررنا ان احنا مع الضحايا، احنا مش مهتمين نقف في مساحة الجناه. لو في ناس اشتغلوا على الجناه احنا دورنا بقى نشوف عائلات الشهداء. هنا الضحايا بتوع الارهاب دول وضعهم ايه وبيعيشوا ازاي وايه اللي مطلوب يقولوه لنا ونسمعه بعد الفاصل.